بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث اليوم بإذن الله تعالى عن نمط البوليان. البوليان طيب ده بيمثل قيمة واحدة من قيمتين، إما إن القيمة دي تبقى ترو أو إما إن القيمة تبقى فولس، يعني لي قيمتين. في لغات البرمجة بنحتاج دايما او في احيان كتير جدا اننا نعرف الاكسبريشن ده بنطرح صح ولا غلط. يعني بمعنى تاني، لما بنحاول نعمل تيست او نحاول نيفاليويت او نحاول نختبر شرط معين او اكسبريشن معين ونشوف النتائج بتاعته، هل هي ترو ولا فولس. في حالة مثلا انها تبقى ترو، المسار بتاع البرنامج هياخد طريق، وفي حالة انها فولس انا مثلا هاخد طريق تاني وهكذا. فالنمط ده مهم جدا علشان المنطق ده او علشان الاستخدام ده. خلينا نيجي كده نشوف ازاي راح نحصل على القيم ديت. انا هحصل على القيم ديت لما اجري عملية معينة، مثلا انا هقارن ما بين قيمتين، هكتب كده الشرط بشكل مباشر، هكتب مثلا 10 اكبر من 9 وتست بشفت انتر، هيقول لي ترو ان القيمة دي منطقية لان بالفعل المخزن اللي فيه 10 اكبر من المخزن اللي فيه 9. لو انا عكست الاشارة وخليتها اقل من، هيقول لي نتيجة فولس. لو انا عملت تيست مرة تانية علشان اقول انها بيساوي، هيقول لي نتيجة عبارة عن فولس. ده كده بشكل مبسط النوع اللي اسمه بوليان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.